شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث الفتره التاليه بتقدم نادي الزمالك 59-45. الحقيقه في مباراه يمكن النادي الاهلي غير موفق بالمره دفاعيا، من أسوأ يمكن الكوارترات او الهاف تايمات اللي شفت فيها النادي الاهلي دفاعيا، ولكن يتبقى التالت والرابع وكلنا ثقه النادي الاهلي يقدر يعدل النتيجه. برحب بضيوفي اللي منورني للمره الثانيه كابتن سلاوي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن. كابتن طاهر منورنا يا كابتن. ده نور. شايف يا كابتن ازاي الفتره الاولى والثانيه، خاصه ان يعني 14 بونت يمكن من المرات القليله اللي شفت النادي الاهلي يخش فيه قرابه ال 60 بونت في كوارترين، رأي حضرتك؟ ده طبعا السكور عالي جدا، والسكور بيتحدث عن نفسه ان تقريبا الديفنس يعني عندنا خارج الخدمه النهارده خالص. نعم. بيجروا علينا في فاست بريك، الناس بتعمل اول ذا واي وتحط باسكت وساعات دنكات، ف الديفنس النهارده مش مطمن، انما انا كل ثقه ان المساله ممكن تتعالج، يعني حتى رغم ان ال 14 بونت دول مش كتير، يعني انت لو مش كتير لانك انت في نفس الوقت انت جايب 45 بونت، يعني سكور عالي برضك، وفي نفس الوقت كمان الديفنس بتاعهم مش لهذه الدرجه، يعني هو السكور عالي من ناحيتين، ودليل ان مفيش ديفنس في الناحيتين، بس احنا ما تعودناش على كده، ما تعودناش على كده، وانت مفروض ان انت اول الدوري. هو صحيح طبعا الماتش مش مصيري، بس في نفس الوقت الشكل العام كمستوى يقلقك، انما انا تعودنا على ان الماتشات المش مصيريه دي مستوى جوست بيجرب، بدليل ان النهارده مجموعه من اللاعبين كتير مش بص على السكور، يعني هو محمود وليد نزل، عندك كريم حاتم خد وقت طويل، يعني لسه في اثنين كمان على السكور، وانا اعتقد ان هو ممكن يلجا لهم عادي جدا، يعني لان هو في عنده اهداف ثانيه في الماتش غير انه ياخد، هو عايز يكسب طبعا، بس عايز يكسب وكمان يجرب لعبته، يعني هو في اوقات كتير بيبقى مش اهدافه النقطتين قوي قد ما اهدافه يبقى يحط ايده على نقط الضعف ونقط القوه في فرقتنا، وخاصه بالناشئين الجداد اللي هم بيعوضوا الاصابات. انا بتكلم كمان ان في اصابتين جامدين جدا وهم قوه الاهلي في الديفنس، ابو النصر وعمرو زهران، الاثنين دول انا النهارده لما سمعت يعني قلت يبقى الديفنس هيقل، لان بس احنا بنتكلم كتيم ورك يا كابتن برضو، يعني الانديفيدوال ديفنس مطلوب، واثنين جاردات عندك بيدافعوا كويس على الاجانب، ولكن النهارده انت بتلعب تيم ديفنس، يعني ممكن تهبط شويه في السنجل ديفنس او الانديفيدوال ديفنس، بس كتيم ورك مش ما يخشش فيك 60 بونت، يعني قصدي اقول ان هو حتى مستر اجوستي يعني كابتن سلاوي كان متضايق، كان متضايق في التايم اوت، وكان بيزعق وكان بيتكلم كلامه كله في الديفنس، شايف ده ازاي يا كابتن؟ انا شايف ان المباراه النهارده لازم عنوانها الرئيسي هي مباراه بدون دفاع من ناحيتين، صح. يعني مش أنا مش من ناحيه طاهر، كابتن طاهر لكن الاهلي دفاعه مش متعودين على الاهلي دفاعه جماعيا المفروض افضل يعني من كده، يعني الزمالك داخل فيه في كوارتر 25 بونت برضه دفاع مش كويس، ما انا بقول لك عنوان الكوارترين دول هي عباره عن بدايه غير جيده من الاهلي، وقابلها صحوه من الزمالك او نشوه، لان هو عايز جاي عايز يثبت ان هو فريق كويس، اللاعب الاجنبي اللي معاهم برضه لعيب كويس وفارق، بدليل انه متجنس في الامارات، يعني إيهاب أمين طبعا لسه راجع، يعتبر راجع من إصابة من فترة، عمر طارق أما بينزل بيبقى نزوله مؤثر برضه، يعني عايز أقول نفس السيناريو بتاع الشوط الأولاني هو اتكرر في الشوط الثاني، في سرحان شوية، مفيش دفاع جماعي، مفيش في لا ده الشوط الثاني بقى أصعب شوية، احنا الأول داخل فينا 25 بونت، الكوارتر الثاني داخل فينا 34 بونت، ما أنا بقول لك في سرحان شوية يعني. وفي الهجوم برضه حتة الاول كان ما يميز فريقنا الجماعيه، ان انا بفضل الكابتن هيثم، بفضل الكابتن هيثم بيفضل الكابتن، فكل واحد بيفضل زميله والاقرب هو اللي بيجيب، في حته
فرديه شويه نتمنى ما نشوفهاش. بس احنا خلينا كابتن عادي استاذ حضرتك بيازم برضو يعني نقول الف سلامه لمهاب ياسر لاعب نادي الزمالك، نتمنى له الشفاء ان شاء الله وتبقى حاجه بسيطه، خاصه لمهاب لاعب منتخب مصر وهو اتعرض لاصابتين قبل كده صليبي في غضروف. نتمنى ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه لان هو خرج وقع. احنا اهم حاجه بس سلامه اللعيبه تفوق كل شيء، لكن احنا واثقين وعارفين ان الاهلي يقدر يعوض وان اللعيبه 100% دلوقتي خدوا دش طبعا. نعم. وهيتغير الشكل ان شاء الله. كابتن طاهر تتوقع الشكل هيتغير في تاتو الرابع؟ اتوقع كتير لان انا متاكد او يعني مش المساله كلها تكهنات برضه، ان في لو عيسى ارتكب فاولين والفاولات دي يعني هو بيحتفظ بعيسى وعمر طارق في فاولاتهم ايده. يعني بص عيسى حتى رابط ايده اصبعه اتخلع وترد. فالنهارده عيسى برضو مش هنقول عليه قوي سواء للفاولات او حتى لو لعب اصابه ايده. هو عموما هو خرجوش الا لما عمل 2 فاول. نعم. لان هو بيحتفظ يعني بالحاجات دي. زائد عمر طارق. عمر طارق برضك ودي المباراه جايه بقى توقف برضو. في يعني الكوارت الثاني مش لعبنا مباراتين يا كابتن، لعبنا الجزيره ولعبنا هليوبلس. لا احنا خدنا مباراتين بعد التوقف. يعني يمكن ازيد مباراه عن كل الفرق لان احنا كان عندنا الجزيره مؤجله. بس خلينا نقول انه يعني اللعيب الخمسيه اللي هو عمر طارق اعتقد وجوده مع الزمالك بالذات مهم جدا. بس هو ما ادالوش كتير برضه. ما عندكش الخمسيه دي في الزمالك. نعم. يعني هم كلهم لعبهم سريع. انما عمر طارق في وجوده في الارتكاز بيبقى. بس هو برضه يعني ما انت حضرتك قلت كلمه حلوه، هو مستر اجوستي بص على المكسب بس عنده اهداف اخرى. يعني من ضمنها ممكن يدي الكيجو اكتر شويه، عايز كيجو يخش في حتى لو ده كان ليه يعني ادى لمهاب النهارده وعزب بعد غيبه كبير. خد ثقه شويه وخد جاب 3 بونت. هو ليه حساباته اللي ممكن ما نكونش احنا ملتفتين ليها قوي. تمام كابتن. كابتن ان برضو كيجو في عدم ثبات في مستواه. نعم. يعني اداؤه تمام. طب استاذنك يا كابتن لانه خلاص لحظات وتنطلق احداث الفتره الثالثه والرابعه زي المشاهدين، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنعود لصاله الامير عبد الله الفيصل ومعلقنا الكابتن احمد مناع عشان اللي حضراتكم احداث الفتره الثالثه والرابعه من الاهلي والزمالك كره سله رجال.